السفر جميل، بس عمرك انت ما كل يوم هتركب طيارة وتسافر، يعني الا لو كان هو ده شغلك وهيبقى شغلك يعني. لكن السفر على قد جماله ان انت بتسيب بلد وبتروح بلد وبتفارق اصحاب وحبايب وتروح مكان جديد، زي ما هو كويس برضه هو وحش برضه. يعني انت بتسيب اصحابك وتسيب حبايبك وتسيب والدك ووالدتك وتسيب اخواتك، فجأة تلاقي نفسك رحت مكان تاني. دي برضو حاجات يعني بتفضل انت تفكر فيها يعني، وبيصعب عليك ان انت بقيت لوحدك تاني زي الاول، بعد ما كنت في وسط اهلك وناسك وكنت فرحان وسعيد وعمال تهزر مع الناس بقيت لوحدك. دي مشكلة الغربة والسفر يعني. بكلمكم بجد، انا بدردش معاكم اي حاجة، هتلاقي الكلام حتى ممكن ما يكونش مرتب ولا اي حاجة. انا اصلا يعني قايم من النوم وقعدت بقى افكر في والدي وصحابي سامح صاحبي ومحمود اللي ما يعرفش ان انا سافرت. كنت بقول له انا لسه قدامي شوية، بحب اعمل مفاجآت، ما بحبش اقول انا مسافر امتى يعني، عشان ما بحبش الوداع، ما بحبش حد يقول لي ياخدني بالحضن يقول لي هتوحشني والاقي نفسي اتضايقت كده ونفسي قفلت. فما بحبش الحكاية دي، ما بقولش لحد انا مسافر امتى ولا جاي امتى. بكلمكم بجد يعني، بتبقى في النوادر خالص يعني، عشان مش بحب الوداع واللقاء والحاجات دي يعني. انا في ناس صحابي سلموا عليا، في اللي بكى والله العظيم، في اللي دموعه نزلت من ان هو يعني كنا بعاد عن بعض في حاجات كتير، او في ناس كتير او صحابي كنت بقعد معاهم وبخرج معاهم وبعزمهم، على فكره مش بتعزم طول الوقت يعني، يلا الحمد لله عشان في حد بيقول لي انت بتتعزم بس، انت نازل تتعزم بس. لا طبعا مش نازل تتعزم ولا حاجه، بس انا برضو صرفت كتير. هحكي لكم برضو على المصاريف وهحكي لكم على كل الحاجات اللي حصلت لي في مصر، حاجات كويسه، ما فيش حاجه حصلت لي وحشه الحمد لله رب العالمين، لان الواحد بيحترم نفسه، فما فيش حد بي 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 او ما بيديش حد مساحه ان هو يحجر على حقه. فدايما ايه، ببقى دايما واخد الحذر ان انا ما اصغرش نفسي. والله بس الحمد لله يعني. ففي ناس برضو يعني كتير قوي ما صورتش معاهم، وفي ناس صحابي كتير برضو ما يعرفوش ان انا عندي قناه، وفي ناس صحابي كتير جدا يعرفوا ان انا عندي قناه، اخواتي يعرفوا ان انا عندي القناه في اليوتيوب. يعني في حاجات كتير قوي انا دايما مش بقول للناس يعني، ما بيجيش سيره وانا ما بكلمش يعني. يعني خلاص ما حدش سالك فانت ما فيش اجابات عندك يعني، تاخد بالك. والدنيا بتستمر يعني، والله بدردش معاكم مش عارف. في طبعا امن وحاجات كتيره قوي بقى موجوده، والناس رايحه، اكيد كاميرات طبعا بتصورني، بس شايفني قاعد في حالي بصور، مفيش حد بدايش حد، قاعد في ركن فاضي وهكذا. ايه الدنيا يعني. طبعا الاتوبيسات ورايا ما شاء الله، والطياره بصوا. طبعا انا قاعد في مكان استراتيجي والله، مكان ظريف قوي اللي انا قلت لكم عليه، اللي دايما بقعد فيه ده. بص ابعد عن الناس عشان الزحام وبتاع، وانت عارف ان في كورونا. وهحكي لكم كمان على موضوع البي سي ار وازاي انا كنت هعمل البي سي ار وهدفع فلوس في اللي هي المعامل المركزيه ده ب 1260 جنيه، وبعد ما خلاص يعني تقريبا الفلوس يعني خلاص يعني كنت دفعتها والله يعني. ف محمود قال لي على فكره اوكرانيا مش طالبه بي سي ار، يعني انت مش لازم تعمل بي سي ار وانت راجع يعني. حابب احكي لكم الحكايه دي، موضوع كبير قوي. المهم وفرت حوالي 1500 جنيه بالمصاريف بالسلطات بالبابا غنوج يعني. وفعلا ما طلعش فيه بي سي ار، وما حدش كلمني لا في مصر ولا ما نشوف بس في اوكرانيا هيعملوا معانا ايه. اكيد هيبقى في كلام يعني، وربك كريم. مش عارف ايه اللي خلاني اتكلمت في موضوع البي سي ار ده، بس عادي يعني. بس ده هيبقى حلقه لوحده عشان كلنا نعرف الدنيا ماشيه ازاي. اهم حاجه تتابع شركه الطيران اللي انت طالع عليها، اتصل بيهم، لان هم دول اللي هيدخلوك او مش هيدخلوك، ويوم الامتحان يكرم المرء او يهان. صباح الفل. طبعا مش عاوز اقول لكم مطار اسطنبول عامل ازاي، هذا اخر روعه، اخر شياته صراحه يعني. واحد ودنه مسدوده من الطياره، بس هيكمل ان شاء الله. طبعا متعوا بالمناظر والله، حاجات جميله جدا. انا مش عارف صوتي عالي ولا واطي، بس عادي يعني. طبعا في ضغط الطياره بقى صعب جدا يعني.
المطار روعه 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 بصراحه. بصوا الجمال طبعا شفتوا حضراتكم، جميل جميل. معاكم لسه بدري، نص الرحله. عم بدخن هنا مكان التدخين اسمه الدرازينة. صباح الفل، صباح الفل. لسه كنت بشرب سيجارة هنا، وبعدين ناس صعيدة شربوا قهوة بعشرة دينار كويتي. اه والله العظيم قاعدين يلطموا عيني جوه في الدرازينة دي اللي بيشربوا فيها سجاير. والله ضحكوني ضحك الصعايده دول، ما شاء الله عليهم. بتدوله شويه، تدوله 30 ونص، 30 ليره ونص. اه والله بقيت ال 10 دينار واحد قهوه. والله زي ما اكلمكم كده قعدنا نضحك، واصحابه معاه اصحابه يقولوا له انت اتجننت تشرب واحد قهوه ب 10 دينار كويتي؟ والله العظيم ما شاء الله، يعني احنا عسل. لا هنا المطارات غاليه جدا، ما انصحش حد يشرب ولا ياكل في المطار، يعني لو هو يعني مش عارف الاسعار يعني. يلا نروح بقى نشوف الشنط. الله المستعان. لسه الطياره بتاعتي الساعه 6. الساعه دلوقتي 1. ربنا ييسر الحال ان شاء الله باذن الله. تعبت خالص والله، ونمت لان ما نمتش بالليل في الطياره. كان راكب جنب طفله ومامته. الله العظيم الواحد حظه عسل. والواد خد عليا بطريقه غريبه، مصري، وحط رجله على رجلي وخد راحته وكل شويه خبطني. اه والله العظيم، وانا مش عايز ازعله، وقعدت شغلت له كرتون في الطياره عشان يسكت. برده مصمم برده، وخد عليا خالص يعني. اه والله عيل صغير عنده بتاع 4 سنين كده، بس عسليه، اسمه محمد. و نزلوا خدوا بعضهم ومشوا، عندهم طياره تاني. مامته قالت لي احنا لسه نازلين ترانزيت وبتاع. يلا الحمد لله. اه حاجات واحداث بتحصل لك وانت في الطياره يعني. حاجه روعه ما شاء الله يعني، سبحان الله. حاجات كتير قوي جميله قوي في المطار ده. بقالي كتير قوي مستني 12 ساعه ترانزيت، كتير، بس هنعمل ايه؟ مجبر اخاك لا بطل. اخيرا طيارتي ظهرت، رايح المكان اللي هركب منه ان شاء الله. الله المستعان. دماغي مصدعه قوي. هقابلكم في اوكرانيا ان شاء الله. سلام يا شباب. كده على الطيارة إن شاء الله بإذن الله نتقابل في أوكرانيا. هنعمل إيه؟ يلا الحمد لله، دعونا ربنا يودينا بالسلامة. اللهم آمين يا رب.
لسه واصل دلوقتي. بصوا والله الحمد لله، استريح بقى ان شاء الله باذن الله هتتفرجوا على الفلوج ده كون انا نايم في سابع نومه يعني. صباح الفل، صباح الفل، يلا ده هيكون نهايه الفيديو بتاعنا. صباحكم ورد وعسل، السلام عليكم. رجعنا للساعه تاني والبرد تاني وكل حاجه رجعنا تاني، وان شاء الله هنتكلم كتير. سلام، السلام عليكم.